عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح السرور من قلب الطبيعة. هانتوما الخضراء والزرقاء والوجه الحسن. كاينه آلة، كاينه خالتكم نادية، كاينه بشرى. المهم اليوم ان شاء الله غادي نبداو الفيديو ديالنا من الطبيعة. الجو ما شاء الله كيحمق غزال، واليوم معروضين عند بشرى، معروضينش عند الدار، اللي معروضين عندها في الطبيعة. قلت لها سير الله يرضى عليك، قالت لك غادي نتلاقاو وغادي نفطروا وداك الشيء. قالت لي انا اليوم عارضه على خالتي نادية في الطبيعة. قلت لها سير، المهم جيبي لي انا اتاي، انا حاضرة معاكم. المهم جينا اختارت هي، خلينا اختارت واحد الكوان واعر ان شاء الله. راه مازال غادي نوري لكم غزال هاد الباطو. بشرى بشرى، هو الباطو دايت لي باغا تصوري. صوروا صوروا صح. شوفوا شوفوا على بنادار شحال غزال، شحال زوين. قلت لها، قالت لي بشرى خاصنا انت سرشي باطو. قالت لي، قلت لها انا تخيلي معايا باطو هاد الجو هذا وكنفطروا فيه، كيجي واعر. فكره فكره، ميكونوش الدراري الصغار صدقوا مشق البين لينا. صوبوا القهوة. وانا اتاي. لا صاحبتي علاش مالك اتاي؟ لا لا غتقعدي تدقي معانا، غتنضم للفريق ديالنا. غنضمو سيرة لالا. صباح الخير. صباح الخير. لاباس عليك. عرفتي على ذكر خالتي نادية، شي العيالات الكبار زعما اللي كيتبعوني، حتى انا عندي جينيراسيون تبارك الله تاع الناس تاع 50 60 70 عام كيتبعوني بزاف، كيقول لي علاش كتقول لنا خالتي نادية، راه حنا كبر منا، علاش كتقولي لها خال؟ راه البلية البلية. قريتيها؟ اه. بوي ندير لهم واحد التحية. صباح الخير عليكم. راه كتحشم حشم انا. انا مولفاش الكاميرا صراحة. راه هي صعيبة اصلا باش تولفي عليها، كتاخذ شوية الوقت. المهم هانتوما دابا شكون اللي ناقل الالوان، انا ولا انت؟ بحال اه. شكون اللي لبسات الاولى؟ لابسين الازرق ازرق. لا هي اللي لبسات صراحة حقيقة. انا اللي تنقلت منها. اه. يلا دوزي خالتي نادية، راه كيتسناك اتاي، كيتسناك القهوة. القهوة جايبه لي القهوة ديالي. هادشي غادي يبرد، يلا نمشيو نكتاشفوا. سي سسبانس. قالت لي قدروا حتى الشمال ما نشموش، من تما غتعرف شي حاجة سخونة. اه وشناهي؟ اه بلاتي 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 بلاتي. لا 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 ماشي اومليطات، بلاتي. هادو تاكرات أول حاجة ياك، تاكرات ياك، تاكرات صغار فيهم طويجنات ديال الخليع. اه ليري وتي تحبير انتصار، هادي تعمل شعل ديال الحاسة الشمال قوية جدا. اه والله حتى جبتها ماما ليشا تاكرة تاكرة. راه قلت لك، قلت لك حسيت بالحرارة طالعة. يلا هنايا دابا كدير لنا، كدير لنا لا 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 ماما مشات بعيد، قالت لها الملاوي وفيكا صباح زيد فطرت الصباح. قالت المغرب كنفطروا به بزاف. المغرب كنفطروا به بزاف. شنو هو كاين المسمن المخمار الصباح؟ سير هز هز الحرشه، هز واحد 10 دراهم وسير جيب. ما تقولش يا الشفنج. كومير. زعما سير الصباح كنمشيو نجيبو الكومير. سيري. شنو حداه؟ كومير حدا الجبن. الجبن ها هو. ما شفتوش؟ لا سير دير لنا اليوم الدروس. سيري لالا نشوف شنو حداه. مخمار. ما نجحناش، المهم الاول نجحت فيه، هذا هو المهم. صافي حيت هذاك سخون عاونك ان لا لا عرفت التاكرات، عرفت التاكرات. هنايا المرافقات، هنايا عاد مازال، هنايا التحليات، هنا داك الشيء المغريات. سخون واو تبارك الله سخون. الحسوه العقلتي هو، قلت لك غادي نصيبوا الحسوه تاع الشعير العشوب. سبحان الله العظيم كنت طلبناها كبيره. قلت له والله العظيم يلا، قلت له خاصنا نديروا الحسوه الشعير بالحبوب. نكتمل اللوحه الفنيه ديال فطورنا لهذا اليوم بهاد الالوان الزاهيه والباهيه، المكسرات. طرطه خطيره هذه ديال الخوخ ياك بشرى؟ خوخ زوين معسله معلكه تبارك الله. الشكلاط راه مسكين غادي في الذوبان. مع الشمس سخون الحال اليوم. مرافقات درتنا داكشي ديال البوفي بشرى. لا تي حق ما وريتكمش اهم حاجه هو المنظر، علاش كنفطروا. شوفوا هذا المنظر رائع تبارك الله ما شاء الله. مرحبا بك خالتي ناديه، شفت الحسوه نشاط عزيز على ماما الحسوه. كنكون في المغرب ديما كتصايبها لينا في الصباح تبارك الله عليك بشرى. بشرى فاش فكرت كم حيت ثاني مورانا على منظر كيفاش داير.
يا سلام ماما ماما داكشي اللي كتحماق عليه هو الطبيعه ولي بيكنيك. الله انا دعطوني على هذا ونساوني. سير كلمه ثلاثه الدراري عرفتهم. لا لا ما كيشربوش الدراري ما كيشربوش ما كيفهموش اصلا الجلسه ديال اتاي. عاشقات القهوه انتما بشرى جابت لينا الماتيريال ديال القهوه هذا حتى هو مهاجر من المغرب ديال شاد طريق لكندا. انتما طلعت لينا الرغوه. المهم انا زدت غير اللمسه الاخيره زعما بجوجنا مفاردين حتى صبعي تما مفاردين في القهوه ديال خالتكم. لا دابا اش ندير نحيدو؟ لا لا انا غير تخوى. شوفوا شوفوا لي على قهوه قربي ما تشوفوا على قهوه كده قهوه خطيره طالعه بسميتها برغوته ودغيا دغيا طلعت. والله تفنى خصني نخدم انا براسك هادي كنت واخده وعمري ما خدمت. كانت عندك واحد الوقت ما عرفتش راني دابا نديرو حليب نديرو الثلج ولا بغيتي بارد نديرو دابا هذاك كافي كلاصي الا بغات كافي كلاصي تزيدي لها لي كلاصو خليت عاري. شوف بشرى جايبه لنا شوفوا بشرى قالت لك باش دير كافي كلاصي جايب لنا لي كلاصو. ما عندكش مع القهوه انا جايبه الناس اللي كيحماق هي يعطيك صحيحتك يعطيك الخير كرهتك كي جاتك جميله واعره. ها عطاك الصحه بشرى تصوب لك انت صار بحال هذا القهوه. لا ما نصايبش لها انا على جهدي شريت لها قطاره لا ولكن شريت لها قطاره وشريت لها طاسه وقولي ما درتش المجهودات الجباره على هذا المنظر الجميل. شوفوا بشرى قالت لك لا غادي تبليني قالت لك بهذه القهوه نات مشات جابت هذا الكاس هذا العجيف ديالها وصايبات ليها. عرفتي انا بقيت كنشوف كان عيني كيحوالوا مع هذا شوفوا مع ديك الرغوه وصات الطبقات ونسمتها بالفاني هذه. المهم العاشقه القهوه انا المهم انا هزيتها شميتها حضرت المراسم ديال تحضيرها. عرفتي ولكن راه كتبان خطيره نرجعوا الامانه لمواليها هكا بشرى صافي راه تصورنا بها. وخالتي ناديه كي جاك هذا الفطور هذا فيه حضن الطبيعه والله العظيم الا ما شاء الله وشي على بريه تحرك واحد الوقت عرفتي كانت الشميشه شويه تحرك عرفتي واحد الريح يا سلام. حتى بقى حتى صايبات لي كاسي ولكن صراحه هذا النهار هذا خاصو يدخل للتاريخ. انتصار غادي يشرب قهوه واشي حاجه واقعه. شوفوا طبصيل المرافقات هالطرطه الطرطه بشرى كتبان لاباس ديالها زوينه في شكل ياك كولي قالت لي كولي. شوف اسرار المهنه اسرار المهنه البنات جبتكم تشوفوها واحد المنظر شحال غزال كيحمق سبحان الخالق. شوفوا هنا واحد الوريدات هاد الوريدات كيعجبوني دايرين بحال الكبالات كيكونوا. شوفوا على منظر كي داير غزال يا سلام يا سلام. المهم انا يلا بغيت زعما نعيشوا الدور مع هاد الكلمة ديال الطبيعة نوض واحد كيخدم هذيك الماكينة تاع الكازا. الحمد لله تمشينا هضمنا شربنا اتاي شربنا القهوة وخا شربوا لي صراحة بز مني زوينة هي زوينة صراحة ولكن كبداية يلا شرب شوية وعطيت قسمتها بيناتهم. انتوا معكم يا بنات قولي فين هو الزف الابيض الزف الابيض طار وجا في الزف الازرق. المهم تعنت مع خالتكم نادية باش نشوف اصوغتي. المهم بقينا رجعنا للدار لان كان خاصني ضروري نرجع للدار كان عندي شي غارات تما قديتو داكشي صافي ارتاحينا واحد السويعه. دابا عاد خرجنا عندني واحد رونديفو مهم جدا مهم جايه عند ايمان ايما بيوتي. مهم باش ندور شويه بهاد الحاله بهاد الوجه هذا خاصو اعاده النظر والوجه كتغفلي عليه شويه قونا كتغفلي عليه شويه كيبداو يبانوا لك شي حوايج خصوصا في الصيف الصيف واخا تعيا ليه ليكرون وداكشي وهاد راسو داك ليكرون كيكون يدك. جيت عند ايمان اول حاجه اليوم ايمان بتهلاي ليا في الوجه. لونتون با فيت تاع فاسان نيتوايا اي بيوريفيون دونك دابا غنديرو لو ميناج دو بخان تاع ديجا ليتي لو ميناج ديال الناس كيجيو سوا كل شهر ولا كانوا بزاف اوكيبي ما عندهمش الوقت كيجيو كل changement de saison parce que c'est important mais tu peux pas chercher le صيف خصوصا دابا في الصيف سي سا ما تقدرش تمشي في الصيف وانت باقي عندك لا بومور تاع ليفير دونك سي تري تري امبورطون ديرو كل شيء وميم حيت كنبداو نستعملوا لي برودوي بزاف مثلا ليكرون في الصيف وهذا كتولي الكغا كتجمع في الوجه اصلا لا بومور كتابسوربيش لو تو دابسوربسيون ديمينو دو حتى 0% لورسكو فو فيت بان فاسيل باسكو لا بو نابسورب بلو بحال كتبانتيرو شي حاجه كتبانتيرو كنصبغو خصنا نتحيدو بصح المهم ما شاء الله كيما كتشوف شوفوا داكشي بيان ايكيبي ماشي داك سوان فيزاج اللي كتعرفوا العادي اما ايدغا فاسيال لا ماشي داكشي تاع اليد هذا لي ماشين يعني كتخرجي ها نوريكم باش تاخذوا فكره فوالا هذا هو يعني لا ماشين باش كتخدم الايدغا فاسيال كيكون يعني تنظيف بعمق فوالا.
جينا دابا مرحلة العمليات، عرفتي دابا مع هاد الصون هاد لافابور اللي كطلق بحال داخله للصونة زوينة، عرفتي بحال كتكون مريحة ريلاكسونت. صافي إيمان دابا غادي تبدا. دابا on va commencer avec un nettoyant moussant 24 carats. Donc on va enlever toutes les impuretés de la peau d'hyalec pour préparer au facial. Donc il y a un petit nettoyage rapide sous la vapeur pour ouvrir les pores. Donc il faut savoir que l'extraction avant de la herbe machine. J'ai pris un sérum de hydra facial qu'on va mettre dans la machine. On l'a customisé avec tous les besoins de ta peau. Donc pourtant on a mis de la vitamine C, de l'acide hyaluronique, chouette de l'acide salicylique et glycolique pour bien enlever toutes les impuretés dans ta peau. هاد المحطه ما كنقولها تكرات كتكرت، راه قالت لكم كنديروا الميناج والله العظيم شطبتي بعدا اكزاكت شطبتي. دابا كنكرطو كيخرج العجب 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 العجب. ها كتوريكم زعما كتحط لي بوجي زعما شوفوا شوفوا انت صرا واش كنخرج لها وجهها كلشي هكا حتى انا نديرو دابا ويخرج راه سنة الخبره لا الدخان الكريمات راه سنهم. Donc là on va mettre un nouveau filtre dans la machine. Donc vous pouvez voir comment le filtre il est blanc. Il va te chauffer dans 5 minutes de quelle couleur il va. Si elle a pris de chaud les filles. Maintenant, dans ma brasion. دارت ليا دابا ماسك باش تبرد لابو حيت هذيك راه كتبغي بحال الكوماج كيكون قاصح اكزاكتو باش كتقوم البشره كامله. دابا دارت ليا هذا زوين هكا كيبرد لابو صافي. دابا عطات عليا الريدو قالت ليا صافي ارتاحي ونعسي مع راسي. دونك لا ثيرابي شنو غدير سي تري امبورطون ديروها ابري ان فاسيال باسكو هي اللي غتقتل توت لي باكتيري. دونك لا لوميير بلو سافا اجير كوم اون ديزانفيكسيون لورسكو فو ان ديزانفيكتي لي انسترومون. دونك سافا امبيشي تا بو باش دير الحبوب وباش دير دي زيريتاسيون دي برولور دي بلو. اي لا لوميير روج فا ستيمولي لو كولاجين دون تا بو. دونك ان ميتون لي دو ان ميم تان سي فريمون اكسيلون. ميرسي ايما. كيفاش كتحسي دابا؟ الله على راحة زوينة الوجه راه مهم بزاف. وجهك دابا يلي توت بخبخ شو الله يلي غير تمنك دابا غير تمنك وتبسم. شوفوا شوفوا الله يلا وليت كان ضوية ضوية اختي ضوية ضوية الله يعطيك الصحة. إيمان ما شاء الله عليها وكاع لي سيرفيس هكا اجي 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 هنا فين هي البرومو؟ ديري شي برومو نحطها في وجهها ديما كنحطها في وجهها حتى البنات برومو. شوف ديما كنصدمهم انايا كيكونوا فرحانين كنقول لهم اجيو عطيو برومو عطي شي برومو. اوكي شي برومو تكون زوينه للاضاءه فاسيال. شو كتفكر؟ واش ستريس كنحكي راسي تخرجي عليا خرجي على الفلاح. نديرو كوم لا دارنيير فوا كوم لا دارنيير فوا واخا سا اكزيست بلو سا في ان اون غنديرو ليهم اضاءه فاسيال dermabrasion ou luminothérapie ou la radiofréquence les déclics. Donc les quatre procédures, j'ai trois, quatre procédures, coulent à moitié prix ensemble. Donc au lieu de 250$, ça va être 135$. Mais d'abord, ils sont égaux une tissère pour la réservation, sinon on va leur facturer le prix régulier. Ça fait 135, aqlou aqlou, je me dis que je vais comme tiens maman. المهم جينا هنا دابا لاصال الثانيه باش غادي نديرو الكريولي اكزاكتومون الماء بزاف الماء بزاف. هادو البنات هادو هما يعني اش كنتي قلتي لي سميتهم لي زابليكاتور ديال الكريولي. هو على حساب تقدروا ديروها في خاتكم في دراعكم يعني المنطقه اللي عندكم فيها الكرا الشحمه بزاف. هادو كيقدروا يديروهم ليكم عاد كاين الاو ام اس ايمان ياك اكزاكتومون. دونك الاو ام اس هو درتي الاو ام اس سبق لي جربته لا بو اللي طايحه وباغي يجمعها اكزاكتومون. الاو ام اس كيدير لك 20000 كونتراكسيون على شاك 30 مينوت. دونك بحال كيديروا 20000 ريدريسمون اسي. كي جات زوينه عجباتها ماما واخا في الاول كانت مترده قالت لي لا لا انا ما غاديش ندير. قلت لها راه من بعد بارفو سيونس وحده كتقدر دير ديفيرونس الوغ جرباتها
غادي ندوز انا ندير هذه ايمات. شحال مره درتي هذه؟ هذه تلا فات 3 فوا اكزاكتومون. 3 فوا هذه غادي تكون هي الكاتريام اكزاكتومون ان شاء الله. الوغ ندوزو نبداو نديرو لي زابليكاتور. كل الايمان مسكينه غادي برومو ايمان. هادشي تقولها برومو ايمان برومو في الكريولي. انا راه ما كنزقلكش اي سيرفيس درتو خاصو البرومو. اشنو شحال غادي ديري ليها؟ عرفتي شنو غنديرو؟ اها غندير شي حاجه اللي ما عمري غادي نديرو. سبوك سكسو غنديرو شي حاجه ما عمري ما درت في حياتي. سيري عطيهم شي برومو زوينه. غنديرو لا كريو دي بوليز. اها على شان لا كريو دي بوليز غندوم لو ام اس كي دات صافي. يعني جوج تاع لي سيرفيس سيرفيس واحد جوج في لي سيرفيس. دونك غيخلصو لا كريو دي بوليز دونك 4 ابليكاتور ا 350 دولار بار سيونس. اها وغنعطيوهم لو ام اس كي كوت 250 غراتويتمون. دونك يقدروا يديروه في لو فونتر لي فيس لي برا بور فورتيفي لي برا. دونك فريمون لي كويس في لي برا. شوفي وجهك شحال زوين. لا لا انت ما كنتش تقول خدمتها. نو والله كنشوف لا كاميرا شتي لا بيا بحال دايره الهايلايت. لا لا زوين ما شاء الله. بلي لختك تبارك الله ما شاء الله. لا ما شاء الله عليك. المهم انا وماما اليوم ماتشي في الحوايج ماتشي في لي سيرفيس. غير هي اش قالت لك ماما ضروري تشربي الماء. الماء ماساس 5 مينوت بار جور الكرش والماء الماء الماء بزاف. لان هذيك لا ماشين اللي كدير كيما قالت لكم كتبدا كتخرج العرق بزاف. الوغ الماء بزاف كيمشي من البشره وداك الشيء. الواحد يعوضو يشرب الماء بزاف. ودابا يا لالا غادي ندوز نمشيو نخسرو 1000 ليسات فين غادي يا ماما؟ ماما محلها المفضل كوسكو. انا ضروري خاصني نديرو ليه واحد الزياره فاش كتجي ماما. مهم كوسكو راه غادي نمشي للبنات اللي ديجا عارفين انه بنات كندا وامريكا راه من اشهر المحلات هنا في شمال امريكا. ما عرفتش واش كاين حتى في اوروبا البنات. المهم بنات اوروبا قولي واش كاين هذا المحل. هذا بحال ستيل تاع مترو ايامات المغرب. عقلتوا في المترو كنقولوا مترو يعني كتمشي كتقداو داكشي بالكثره. هذا تماما الميم ستيل غير هو صراحه كتلقاي فيه هميزات زوينين ولكن كيكونوا بالكونتيتي كبيره. واحد الطريق حاصلين فيها كي دايره. المهم هذه ديما الطريق هذه كنقول ماما هذه في عقلتي. ماما واش كنكون كنهضر معاك في التليفون كنقول لك راني كنشرف. والله الا هي هذه دابا جربتها معايا كتكون عامره. يعني الشيء بكاع اللي طرطق ليا في راسي بسببه هذه الطريق هذه. لو كيكونوا عندي يعني دائما هكا خاصني نمشي موريال تقديه اغراض خدمه ولا شي حاجه ضروري ما عندي هروب. وهاد هاد 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 الكونستركسيون فهاد التونيل هادي اللي كتربط ما بين موريال و لا غيف سود ما غادي تسالي حتى 2025. يعني باقي لنا شحال عامين. عامين اللي طور ربي في العمر وحنا كنشدوا هاد الطريق هادي. المهم جينا حنا مع بشرى لان يعني كنت وقفت فيه انا الممبرشيب ديالو كيخرج عليا كيخرج عليا وخلاص. دابا انايا مع الغالب الاوقات يعني كنكون بوحدي. هذا كيبغي لي فامي. انتما تفهموني علاش كيبغي لي فامي؟ لان كلشي بالجروب كلشي كلشي. يعني شوفوا دابا مثلا هذه غير بوب كورن عاديه كيبان لك داكشي كلشي كبير. ها انتما باش المهم البنات اللي كنت دائما كنديهم معايا يتقداو باش فهموا لي باليت كلشي. يعني داكشي بالجمله القراعي كبار الكراطن. يعني هذا بالنسبه مثلا اون فامي مخير كتجي كتقدي داكشي هكا بكراطنو كيدي لك الشهوره الا عندكم تبارك الله وليدات وهكا ولا عائله ساكنين مع بعضياتكم كتقداو بحال هكا. شو كيفاش داير. المهم جات ماما كيبغي كتبغي حتى يتقدم منو هكا شي لعيبات كيعجبوها معك. فاش كانت كتجي عندي كنجيو ليه كنتقداو. شوفوا مثلا بحال غير لي شيبس كيتباعو حتى هما بكراطن. شوف بحال دابا هذه كتكون فيه 36 حبه الشيبس هذه 54 هكا فيهم ليز دوريتوس هذاك تشيتوس كلشي كيتباع بحال هكا. لكم البنات واحد الكراطن هادو زعما اللي عائله كبيره وعندهم الوليدات وتبارك الله كيستهلكوا الباريزيان. كاينه هذه كرطونه الباريزيان فيها 20 وحده باريزيان مويان كيكون كونجلي فبحال دايره لي نص طيبه كتشديه انت وتخشي في الفران. هذا سبق لي وذقتو عند بشرى زوين صراحه ولكن انا ما عندي ما ندير به. شوفوا هذه كرطونه كرواسه حتى هي فيها 30 وحده. شوها 30 وحده حتى هي كتجيو تخشيوها في الفران. زعما كان اللي كيبغيو هكا كيستهلكوا هادشي للفطور راه مخايره ليهم. كما كنقول لكم هذا ديال العائلات. هذا عاوتاني الوافلز. الوافلز هذه فيها 72 حبه تبارك الله. من لي كلاص دابا لا سيزون ديالهم. هذه فيها 40 كلاص شو مطيحينها دايرين ليها 7.99 عوض بحال مطيحين فيها 2 دولار 40 كلاص. راه ما تكلاصاو مع راسكم. كاين هذا كاين ديال كيت كات هذا فيه 20 وحده داير جوخوا 19 دولار. هذا حتى هو في كورني مخلص.
هاد الثلاجه ديال لي كلاص. واحد التحليه ديال الروز، الروز بالحليب، كنت كنحمق عليها غير هي شبعانه السكر. هذه البنات كنت كناخذها ب 93، زادوا فيها بريسك الدوبل ديال الثمن. هذه والله العظيم الا كنت باقي ناخذها ب 93. هادشي راه ميمكنش الاثمنه كيفاش الدوبل وكيفاش طلعوا. وفيها حلوه بزاف، هي بنينه ولكن فيها السكر. شو هنايا العصير، نوريكم العصير تاع الليمون. حتى هو كيتباع هكا كارطونه فيها القراعي كبار ديال عصير الليمون. صندوقو هذا داير بحال املو ديال الكنديين، كيكون بحال زبده ديال اللوز. شتو غنوريهم كي دايره القريعه. هذا هو فين انا كنشري عقل ورا دقتو عندك كتصايبي كيجي زوين. البنات وقلت ضروري نوريكم هذا الزعفران. هذا تخيلوا معايا الزعفران، شوفوا القريعه غرام واحد بشحال داير. قلت لهم الذهب هذا 15 دولار الزعفران، 15 دولار لهاد القريعه هذه. فيها شوفوا فيها غرام واحد. ايوا راه كيما كتبوش اللي كيقولوا ليه الذهب الاحمر، الذهب الاحمر هو الزعفران هذا. في المغرب ما عرفتش شحال ماما شحال وصل الثمن ديال الزعفران في المغرب. 30 درهم للغرام. ايوا تخيلوا معايا حنايا 15 دولار للغرام، غالي غالي بزاف. هذا السكر اورغانيك، شي اورغانيك شوغر. والسكر صراحه سواء اورغانيك سواء ماشي اورغانيك الواحد زعما يعطيه اتساع علاش ما قدر. السموم السموم، ولكن بعض المرات ما كيكون عندنا منه هروب. زيت هو راه كيتباعوا هكا بوديزات كبارين ديال 5 ايترو، هذا 16 ايترو. شوفوا قرعه ديال الزيت فيها 16 ايترو، هادو كلهم 16 ايترو. يعني هكا باش كنقول لكم هذا المحل هذا كيكون مزيان للعائلات الكبار. بحال زيت الكوك، زيت الكوك شو قداش هذا، حتى هو قرعه كبيره. شقات القهوه، ها نتوما الطوله ديال القهوه. هذه زوينه دفان هوت، هذه زوينه. المهم كيعاودوا عليها زوينه، ما انا ما عمري شربتها. كاين هذه رخيصه، هذه معروفه هنا رخيصه. كاينه ماكافي ديال ماكدونالدز حتى هي، ستارباكس، مهم لافازا. لافازا خلاص راه من اشهر انواع القهاوي. شو ثاني ندوقو نتغداو اليوم؟ حنا حنا جالسين كنتغداو. قالت لي ماما مسافره تغدينا. ها انتم البلاطو تشيز مع الكراكرز ديال الحبوب. راه كاينين دابا ندوزو ليه. شو انا شحال هادي ما جيت الكوسكو، عرفتي كيبانوا لي الاثمنه طلعوا طلع صاروخ. يعني المحلات الاخرين عارفين هما كوسكو شحال ما جيت ليه. هذا باقي نعقل البنات، كنت ناخذ بعض المرات برومو ما بين 8 و 99، يعني زاد 5 بريسك 5 دولار على هاد القراعي هادو. راه ما كاينش شي حاجه، كانت كلشي كان ديك الساعه هادشي الكرو كان كلشي ب 5 6 7. دابا كلشي طلع شي تبارك الله. جينا حنايا عند جيت الفروي، شو لقيت هذاك الخوخ ديال بوفا. هذا سبحان الله العظيم ظهر في السنوات الاخرى ما كانش، خصوصا في المغرب. ما عمري دابا هاد السنين الاخرى اللي وليت كنمشي للمغرب عاد كنلقى كيتسمى خوخ بوفا. هذا داير 14 دولار صنيديقه بحال هكا، كيجيو فيها شي 8 بحال هكا. حدا الدكاليات، انا كنسميهم الدكاليات، ولكن هادي شنو هادي؟ ميني دكاليه صغيره. هادي ماما شحال قلتي لي خليتي تدلح في المغرب؟ ولا دلحها ب 400 درهم. قالت لي دلحها ب 400، قالت لي هاد العام الكيلو قالت لي بدرهم، ياك درهم درهم. تخيلي درهم درهم ونص الكيلو هاد العام في المغرب. ايوا تبرعوا لي الجاليه اللي مشات للمغرب راه كتدلح. هنايا جيت الفرارن ديالهم، مع هنايا راه لي برودوي غالبيه كلهم كيطيبهم هنا. هذا شحال كنت كناخذو، الا عقلتي كنت صايبته معاكم واحد النهار. خبز المثلثات كيجيب الحبوب، ولكن انا اللي كنت صايبت معاكم كان واعر. هذا راه باقي في قناتي، كاع اللي جربوه حماقوا عليه. هذا انا كنسميه الفقاص. هذا داير بحال واحد البسكوي، كيكون يعني ماشي بسكوي، بحال الكوكيز، كيكونوا بحال على طريقه الفقاص. اختي الله يعز المغرب، جوج باريزيانات هنا ب 6 دولار. جوج باريزيانات. قالت لي ماما تخلعت، قلت لها ما تخلعيش. جوج باريزيانات ب 6 دولار هنا. هادو المكملات ديال الحوت، زيت الحوت راكم عارفين شحال كيكون صحي. كاين هذا غير ديال الصومو، شتوه زيت ديال الصومو فيها 320 وحده. وكاين هذا ديال الحوت، حوت اون جينيرال خليط ما بين زيوت ديال الحوت. شتي ماما هذا، ماما شتي هذا خليط ديال زيوت الحوت فيه 400 وحده. فيه كل، لا هذا زيت ديال الحوت ميكس، هذاك ديال الصومو بوحدو، هذا زيت الحوت. اللي نقول لكم منعاودوا لكم كحلناه زعما راه جايين ضربوا دويره. ياك ماما
جايين ضربوا دويره قالت لها شوف شوف هنا راه ما يمكنش الشاري هو تيدوزو خاوين هنا كلشي كيبان لك معمر الشاري ها هذه الحصره كتقلبي عليها راه تلقايه كوين ديال لي بيسكوي هانتوما كان كينفعوني هاد لي بيسكوي هادو هكا الوليدات المدرسه الخريجات هكا لي بيكنيك وداكشي كينفعو غير هما دائما تردوا البال حيت بزاف من هاد الانواع دوت لي بيسكوي كيكون فيهم يا اما ليكور ديال الشوكولا ليكور ديال الشوكولا ولا بارفو كيكون فيهم مثلا داخل فيهم هذاك المارشميلو بحال اللي كنقول احنا فانيت البونج كيكون بالجيلاتين رجعنا للدار اش درنا ماما انا قلت لها شحال كنبقى نقول لها لا هذه تخص لا بعد ما تخص المهم المغريات كثير هادشي اللي عطى الله خصوصا في هذاك الشيء ديال يعني هكا التموين الكبير وراه شفتوا معايا المهم الجوله راه شارحه راسها المهم دابا ماما غادي تطلع تسكى عيات شويه بالطوران راه من الصباح تبارك الله حنا نخرجوا الشميشه ضررنا في راسنا وداك الشيء وغادي ندوز نصايب واحد الشهيوه المهم غادي ندوز اول حاجه نمشي يلا نصليو داك الشيء نشربوا الماء شي عطش ديال الصح وما احلى الشريبه كاس الطين خلينا اختي من الكيسان مزوقين والقرع وداك الشيء كاس الطين شكون اللي كتعشق الشربه فيه سبحان الله العظيم النسمه ديال الماء كتبدل